وللتعليق على الموضوع تنضم معنا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا ومرحبا بك دكتورة. بداية، منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها تقول إن القوات الحكومية مستمرة في استخدام القوى القاتلة بشكل مفرط ضد المتظاهرين. إلى أي مدى ترون أن التقرير الحقوقي يمكن أن يحرك المجتمع الدولي؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام مشاهديكم الكرام. نعم، بالتأكيد يعني التقارير التي يتم نشرها من قبل المنظمات الحقوقية أو عن طريق الصحافة والقنوات الإعلامية، كل هذه تكتسب يعني تأثير. لا ننسى أنه يعني هذه المنظمات لها ثقلها خاصة في الدول الغربية، حيث أن حقوق الإنسان هناك لها قيمتها، والإنسان محترم ويتمتع بكافة الحقوق التي تكفله له المواثيق سواء الوطنية أو العالمية. وأي شخص يقوم بالاعتداء على حق أي مواطن أو أي شخص آخر يتم الاقتصاص منه وأخذ الحقوق منه. إذن هذه المنظمات لها صوت مؤثر في العالم، ويتم الاستماع إلى هذه التقارير والأخذ بها ومتابعتها. نعم. طيب، بالأمس كانت إفادة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينا هانس بلاسخارت أمام مجلس الأمن، والذي أقرت فيه بقتل متظاهرين وتعامل القوات الحكومية بشكل مفرط وبقوة قاتلة مع المتظاهرين. كيف ترون هذا التحول من ممثلة الأمين العام في العراق؟ نعم، يعني بالتأكيد يعني هناك تحول في يعني في الإفادة التي أفادت بها رئيسة بعثة اليونامي أمام المجلس الأمن الدولي. الحقيقة يعني الفضل الأول والأخير هو للمتظاهرين، مظاهراتهم السلمية وصمودهم وتضحياتهم، دماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا في هذه التظاهرات، ايضا شجاعتهم، بالاضافه الى ذلك كميه التواصل الكبيره التي كانت بين المتظاهرين وبين الخارج، على الرغم من قطع الانترنت ومحاوله حصرهم في مناطق التظاهرات وغيرها من المحاولات الحكوميه في سبيل التعتيم على ما يجري خلال التظاهرات. ولكن مع هذا استطاع الوصول إلى العالم الخارجي ونشر ما يحدث لهم من انتهاكات وجرائم تمارسها الحكومة وميليشياتها. إضافة إلى ذلك العراقيون في الخارج وتواصلهم الدائم، يعني كانت هناك يعني الحقيقة حركة دائمة ودائبة وتواصل مع الأمم المتحدة، تواصل مع المنظمات الحقوقية من قبل الناشطين ومن قبل المنظمات، من قبل العراقيين الوطنيين في الخارج. كل هذا أيضا يعني بالتأكيد اكتسب تأثير كبير على كلمة السيدة رئيسة نعم. التقارير الحقوقية وإفادة الممثلة الأممية لم تأتي على ذكر الميليشيات ودورها في قمع المتظاهرين، يعني كيف ترين هذا الدور؟ وهل استشهاد الطالبة زهراء سيغير المشهد حسب رأيك أم لا؟ نعم، يعني بالتأكيد يعني كان هناك تعتيم حكومي على دور الميليشيات ومحاولة للتغطية على ما يقوم به من انتهاكات ومن جرائم، حتى ان لا تصل الصوره الحقيقيه الى العالم، حتى ان يعني الامم المتحده تتفادى ذكر الميليشيات. يعني ما حدث الحقيقه من جريمه بشعه بحق هذه الطالبه التي في ربيع عمرها، يعني بالتاكيد سوف يكون له رده فعل من قبل دول العالم، خاصه اذا تكاتفت الجهود في سبيل ايصال المعلومات وتوثيق هذه الجريمه بالطريقه المطلوبه، بالاضافه الى يعني تقديم الوثائق التي تثبت ما حدث وما تعرضت له هذه الطالبه. طبعا هي ليست الحاله الاولى ولن تكون الحاله الاخيره، يعني الميليشيات مارست مثل هذا القمع وهذا الارهاب وهذه الجرائم منذ فترة طويلة. بالتأكيد كل هذا أيضا سوف يؤثر على
يعني ويوصل الحقيقة إلى العالم حول الدور الذي تقوم به هذه الميليشيات. نعم نعم الشهيدة زهراء ظهر عليها آثار التعذيب باستخدام الكهرباء وأدوات جارحة، أيضا هنالك طالب في طب الأسنان تعرض للتعذيب، يعني من يمكنه وقف هذه الميليشيات عن الانتهاكات التي باتت مظهر من مظاهر الحياة اليومية للعراقيين؟ نعم بالتأكيد، يعني ما يتعرض له هو من قبل هذه الميليشيات، وأقصد هنا المتظاهرون في العراق، يعني جرائم منكرة وانتهاكات خطيرة. من يستطيع أن يقف بوجه هذه الميليشيات برأيي هو الشعب العراقي، خاصة وأن هذه الميليشيات لا تدين بالولاء ولا تملك أي روح وطنية، ولذلك الروح الوطنية للمتظاهرين وحثهم في مواجهة هذه الميليشيات وصمودهم، بالإضافة إلى دعم الشعب العراقي لهم أيضا، تكاتف الشعب العراقي هو الذي سوف يوقف هذه الميليشيات، حتى لو كانت لها أي انتماءات للخارج وحتى لو كانت تستلم كافة الدعم. الشعب العراقي الآن هو الأقوى على الساحة، وهو الذي يستطيع أن يتصدى لكافة هذه الميليشيات. نعم نعم مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.